ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وكالعادة هنبدأ من عند النادي الأهلي. الحقيقة أن النادي الأهلي عامل إنجاز تاريخي. الأهلي خلاص قفل صفحة ريال مدريد تماماً، مباراة وانتهت، والتركيز كله على مباراة فلامينجو البرازيلي اللي هتكون هي على الميدالية البرونزية، وده الأهم دلوقتي بالنسبة لنا. يوم السبت القادم 11 فبراير الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة بمدينة طنجة. الحقيقة أنا ما ينفعش أعدي لقاء ريال مدريد كده من غير ما أتكلم عنه. اللقاء استثنائي في تاريخ النادي الأهلي الحقيقة. ليه أنا بقول لحضرتك الكلام ده؟ لأن نتيجة المباراة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن واقع المباراة. الأهلي للمباراة دي، الأهلي في المباراة دي للدقيقة 90 الحقيقة يعني خصم قوي جدا لريال مدريد. الأهلي لحد آخر دقيقة في اللقاء بيلعب فاتح جيم، بيحاول يجيب أهداف، بيحاول يتعادل. الأهلي مضيع فرص كتير جدا قدام ريال مدريد. ما شفناش خوف من لعيبة الأهلي بلا استثناء، كل اللعيبة بلا استثناء بتلعب على إنها تكسب. مدرب عظيم مارسيل كولر غير بقى كل الحاجات اللي احنا كنا متوقعينها واللي بنتكلم فيها في اللي فات. يمكن الاهلي حاليا في طريقه لطنجة، هي المدينه اللي حقق فيها انتصار او انتصارين ورا بعض يعني على اوكلاند سيتي وعلى سياتل الامريكي، وسافر بعدها للرباط لمواجهه ريال مدريد، ودلوقتي بيرجع طنجة اللي نتمنى ان يكون وشها حلو على الاهلي زي الماتشين اللي فاتوا قدام فلامينجو البرازيلي، في تركيز كبير وجديه عند الجهاز الفني وجميع افراد البعثه لتحقيق انجاز جديد للسنه الثالثه على التوالي. بتحقق ميداليه في كاس العالم للانديه، وعندك 3 سنين ورا بعض بتشارك، و3 سنين في المربع الذهبي. لكن اللي اقدر اقوله ان ما ينفعش ابدا نستهون بالانجاز اللي النادي الاهلي عامله لحد النهارده، انك متواجد للسنه الثالثه على التوالي في نصف نهائي كاس العالم للانديه ضمن المربع الذهبي لاكبر 4 انديه في العالم، وفي النسختين اللي فاتوا محقق برونزيتين ومعاك فرصه للثالثه اهو، ده على التوالي. ده انجاز كبير جدا، نتمنى التوفيق للفريق وانه حقق. ولو اتكلمنا كمان عن المباراة اللي فاتت هنلاقي مواجهة أرقامها، إن النادي الأهلي طول 90 دقيقة كان ند لفريق ريال مدريد، بيهاجم وبيهدد، يهدد مرمى ريال مدريد، أنت متخيل؟ في هجمات خطيرة جدا، لو كنا سجلناها كان ممكن النتيجة اتغيرت. في لعيبة كمان قدموا مستوى رائع واستثنائي في المباراة، يعني حسين الشحات الصحافة الإسبانية نفسها بتتكلم عليه، كان كابوس لدفاعات ريال مدريد. ده كلام الصحافة الأسبانية، خلي بالك مش أنا اللي بقول كده. حسين الشحات عمل مباراة رائعة وكان متألق وفاتح جبهة مميزة جدا مع واحد برضو بالنسبة لي مميز جدا، محمد هاني. الحقيقة أن محمد هاني في الفترة الأخيرة بيقدم نموذج للعب الفردي واللعب القوي الملتزم بمهام مركزه، واللي بيأدي تحت أي ظروف وقدام أي منافس مهما كان اسمه، حتى لو بقوة ريال مدريد، حتى لو بقوة ريال مدريد. محمد هاني صراحة من قبل كأس العالم مستوى ثابت، من بعد إصابة أكرم توفيق وهو لما طلب ثابت في مستواه، وأداؤه كمان بيزيد من ماتش للتاني. كمان لو حبينا نتكلم عن محمد الشناوي وتألقه في ضربة جزاء من مين بقى؟ من لوكا مودريتش. لوكا مودريتش اللي كان واحد من الحاصلين على الكرة الذهبية، لوكا مودريتش اللي بيوصل لنهائي كأس العالم مع منتخب بلاده نسختين ورا بعض، لوكا مودريتش اللي عنده مميزات كتير جدا، محمد الشناوي بيتألق وبيصد منه. صد منه ضربة جزاء، محمد الشناوي اللي كمان ليه تصديات في اللقاء ده ما تتنسيش الحقيقة يعني. وبنشوف خط الدفاع محمد عبد المنعم اللي بيتعامل بقى بعقليه لعيب هو فعلا مستقبل للنادي الاهلي، حاجه كده يعني عبقريه جدا يعني، بيقدم كره قدم حديثه ورائعه. علي معلول وتسجيله لضربه الجزاء والاداء المميز طول المباراه، كل اللعيبه الحقيقه مش عايز انسى حد، حمدي فتحي اللي نزل ادى، ديانج ومتولي السوليه بيرستا وكهربا، مش عايز انسى حد الحقيقه، لكن الفرقه كلها يرفع عليها القبعه. انت بتقدم مباراه تاريخيه امام فريق استثنائي، ده بطل العالم، ده بطل اوروبا، انت بتلعب الفريق رقم 1 تاريخيا في اوروبا، ده مش حاجة عادية كده يعني، كلهم كانوا على قدر المسؤولية. النتيجة لا تعبر بالمرة عن سير مجريات اللقاء، دي كرة القدم، يعني أنت لحد الدقيقة 90 بتنافس وتقدر تتعادل. الملعب مفتوح، ريال مدريد بيواجه خصم قوي وشرس، عقلية اللعيبة وشخصية النادي الأهلي باينة جدا إن أنك عينك على المكسب. اللعيبة كلها بالجهاز الفني بالإداري بمجلس الإدارة ليهم دور كبير جدا إنه يوصلوا بالمجموعة دي، إنه يبقى عينهم على المكسب قدام ريال مدريد. قدام ريال مدريد كولر كمان يستحق الحقيقه نتكلم عنه، لانه مدرب بحجم وقيمه النادي الاهلي بلا خلاف، لا خلاف ولا جدال في هذا الموضوع. لا خاف لعب جيم مثلا ما رضيش يقفل الجيم، ما رضيش يعمل كوره مثلا خلاص انا خسران 2 اقفل بقى وبتاع. لا لا لا، ما فيش الكلام ده كله، بيهاجم لحد اخر دقيقه وفتح الملعب، ويمكن بعض الاخطاء البسيطه تسببت في ان النتيجه يعني كان ممكن تبقى احسن من كده طبعا. يعني انا النتيجه مش هي الماتش خالص، النتيجه دي مش هي اللي بتعبر عن احداث الماتش بالمره. ده الراجل بيهاجم وكان بيلعب على ان هو يفوز. قدام مين بقى؟ قدام ريال مدريد. النتيجه ما تحسبش بالاداء اللي كان فيه الاهلي. كان بيلعب وعنده فرص كتير، مجرد ان انت
تقول اسم مارسيل كولر دلوقتي لا معمول له حساب. الكره لا، الصوره اللي احنا بنشوفها مع بعض دي، شايف المدرب الاهلي واصل لايه، شايف هو عامل ايه. انشيلوتي احترم كولر جدا، احترم النادي الاهلي جدا جدا جدا، لحد اخر دقيقه الاهلي ممكن يتعادل وبتصد ضربه جزاء بتغير كمان شكل اللقاء تماما. يعني انت الحقيقه مدرب عبقري، مدرب على قدر النادي الاهلي. كولر باستمراريته في عمله مع النادي الاهلي هو مكسب عظيم لكره القدم الاهلاويه، واكيد هيواصل تطوير الاداء الفني، وهنشوف موسم رائع ان شاء الله.